السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة واحد ما يسوي شيء غلط ويسكت ويأخذ إثم، مع أنه ما سوي شيء غلط لكن تأخذ إثم لما تشوف الغلط قدامك وتسكت عنه وتسمع غيبة وما دفعت على أخوك المسلم، تسمع بهتان تكرمون على فلان وقالوا عنه وسكت، إنكم إذا مثلهم راح تأخذ نفس الإثم اللي هم وقعوا فيه. يا جماعة إحنا ساعات في مجالسنا نسمع ناس يغتابون ناس، يغتاب ترى مو طعن فيه، يغتاب قال شيء فيه، إنه بخيل ولا إنه كذا ولا فلان وقع منه شيء، إن كان فيه فقد اغتبته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولم يكن فيه المصيبة فقد بهته. فسقوا الرجل وعروا الرجل وقالوا عنه وقالوا عن المرأة وقالوا عنها وطعنوا فيها وتكلموا فيها ما ليس فيها. أنت خير ساكت ما أنكرت المنكر، ما نصحتهم، ما أنكرت، تأخذ نفس الإثم أو أنك تقوم وتخرج تقوله ما يجوز. من رأى منكم منكرا فليغير بيده أو لسانه. وبعض الأخوات والأخوة يقولون أنا أمي تغتاب، أبوي يتكلم، أبوي يطعن ويقع ويطعن، يا رجل هذا كذا. يا جماعة ما يجوز، حتى لو كان أبوك، لو كان أمك، إن كان منكر باليد أو باللسان أو بالقلب، بالقلب إنك تطلع من مكانك، مو بالقلب إنك متضايق من داخل وقاعد وتسمع، لا ما يجوز. يا جماعة إيش فيكم؟ إيش فيكم ترى حرام؟ والله حرام. يا جماعة ما يصلح. اعتز بدينك، بيض الله وجهك، أشهد بالله أنك رجل وأنك شنب، أقسم بالله أنها ما صالحة في هذه المنعت، خاف الله تعالى. بسنا لك 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 زيادة، بسنا غيبة. أنت اللي ساكتة وسمعت الكلام وتكلمون يطعنون فلانة وفلانة، تطلقت فلانة، مات ولدها فلانة، صار فيها كذا فلانة، صار فيها إيه حوبة، إيش مسوية؟ تعال شوف مجالس بعض النساء وبعض الرجال، سبحان الله. يا أخوان الغيبة والله ترى يا جماعة، الله تعالى قال في القرآن أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره. الآية عظيمة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أنت ما تقدر لك عين تشوفه ميت وانت ظالمة، حتى ما تشم رائحته ميت، تأكل لحم ميت فكرهتم وما تقدر. واتقوا الله، أنت ما ترضى حتكلم عنك وانت ما ترضى حتكلم عنك، شو تكلم عني دافع عن أخوك المسلم؟ من رد عن عرض أخيه في الدنيا رد الله وجهه عن نار جهنم، بيض الله وجهك، والله ما أسمع حد يتكلم. محرقة الحسنات، بعض المجالس لما تدخلها تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بل تقول اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، أعوذ بالله، شيء مهول، كل دعاء فيه شيء من يعني تترفع عن الخزي اللي فيه والعار اللي فيه المجالس هذه، والله بس يقولون ايش عنده خسر، ايش عنده كذا، شكله بايق من الجمعيه، يا رجل هذا كذا، ايش في كذا، غيبه همز لمزويل اللي كله مزات ومزه. وتذكرها، اذا استحل عرض اخوك المسلم قدامك وتكلم عن فلان قدامك، بيجي يوم بيتكلم عنك وقفت عليك انت تكلم على هو اللي كان معاه من قبل. فلا تسمع حد يغتاب احد قدامك، لازم تتميز، وانت تتميزين بين الحريم، لا تتكلم فلانه موجوده، ليش؟ لا ما ترضى، ما راح ترضى، لأن الله ما يرضى. ساعة واحد يزلغ ويتكلم ويلمز ويستهزئ بشكل ولا بكذا، لا عادي عادي عادي، هو يرضى عادي، أنا من عليه حط عليه الدرق عليه على ما يقولون، إذا هو يرضى الله ما يرضى، يعني شاك الحركة، لا هو يرضى الله ما يرضى. فما يجوز. فهذه من أخطاء بعض الناس، يعني يقول عادي، يعني يا أخي زلغنا استغفرته والاستغفر يا أخي يا فلان بيحمنا، ترى تكلمنا عنك، يقولك بيحمنك بس ما يدري شنو قلت عنه. وخذوها قاعدة وختاما، المجالس اللي فيه هذا الكلام، هذه مجالس لما تقوم منها كأنك قايم من جيفة حمار، كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان عليهم مجلس هذا تيرة حسرة وندامة. والله المجالس هذه حسرة وندامة عليك، حسرة وندامة عليك. ما تجلس مجالس مشبوهة ولا مطلوبة أمنيا وعليها ولا عليها إلقاء قبض ولا إرهاب ولا كذا. طيب هذا المجلس مكتوب عند الله أنك أنت قاعد في مجلس يغتاب فيه،